تميز المولى إسماعيل بكثرة زوجاته وجواريه وأبنائه، وبعد وفاته تحول جيش عبيد البخاري الذي أسسه والذي كان مصدر قوة الدولة إلى إشكالية كبيرة في الحكم، فقد صار لهذا الجيش نفوذ كبير في الدولة وفي القرى، وصار يتدخل في تعيين وعزل السلاطين. وبعد وفاة مولاي إسماعيل تدخل عبيد البخاري في تنصيب ابنه مولاي الذهبي ملكا، لأنه أغدق عليهم بالأعطيات، لكن تعيينه أدى إلى اندلاع عدة ثورات وانتفاضات في البلاد كما حدث في فاس وسوس. فتدخل عبيد البخاري لعزل الذهبي عن الحكم وفرض الإقامة الجبرية عليه، ونصبوا مكانه أخيه عبد الملك الذي أمر باعتقال أخيه الذهبي ونقله إلى سجل ماسة. لكنه أثناء نقله إلى سجل ماسة تمكن الذهبي من الفرار واللجوء إلى الزاوية الحنصالية. تضايق السلطان الجديد مولاي عبد الملك من عناصر جيش البخاري وقلص عنهم الأعطيات، بل واتخذ قرارا أشجع من ذلك وهو حل جيش عبيد البخاري، لكن ذلك وتر العلاقة بينه وبين عبيد البخاري الذين حاصروا القصر ودخلوا في مواجهة عسكرية معه على غرار الإنكشارية مع السلاطين العثمانيين، وفي النهاية انتصروا عليه وتمكنوا من إخداعه لرغباتهم، بل وأقدموا على عزله من الحكم وإعادة أخيه مولاي الذهبي إلى الملك من جديد. لكن اللاعب الأساسي في هذه الأحداث كان هي إحدى زوجات المولى إسماعيل، وهي خنات بنت البكار. فأثناء مواجهة ربيبها مولاي عبد الملك مع عبيد البخاري، فتحت البوابة الخلفية للقصر وسمحت لهم بدخول القصر، وكل ذلك من أجل إتاحة الفرصة لابنها مولاي عبد الله لتولية العرش. لكن خطتها فشلت، وذلك عندما اختار عبيد البخاري إعادة مبايعة مولاي الذهبي ولم يبايعوا ابنها مولاي عبد الله، فلجأت إلى دس السم لمولاي الذهبي مما جعله مريضا طريح الفراش. لكن مولاي الذهبي وأثناء مرضه اعتقد أن أخاه مولاي عبد الملك الذي نازعه السلطة هو من سممه، فاتخذ مولاي الذهبي قرارا بقتل أخيه مولاي عبد الملك حتى لا يتولى السلطة محله. فمات مولاي عبد قتلا، ومات مولاي الذهبي مرضا، وفسح المجال أمام ابنها مولاي عبد الله ليصبح ملكا في جو من المؤامرات التي حبكتها أمه خناتها. لكن فترة حكمه ستكون صعبة جداً،